بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الشيخ أوليزا تولي الصوم في درس اليوبيت. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم أوقف، ماذا أخذنا؟ وهي أخذنا محتوى هذا المتن المبارك، المسائل الأربع. ها، نعم أليزا قمبا تمتشكوا زلي محتويات أو مامبو أمباي وريبيبنا كتابو هيكي أمباي وني مسائل متانو إكيوهمو نزيلي مسائل الأربعة ومسائل الثلاثة أمباي ومسائل الأربعة ميجنغانينا العلم والعمل والدعوة والصبر. نعم، أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء، كذلك تمزنغمجيا في قوانيو فتوحيد وذكر في قوانيو فدعاء. ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نسمى يقوم بدعاء مجوانيكا سهم بيلي، كنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقلنا دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر. نسمى يقوم بدعاء أمان عبادة ويقميزك واسكو الله نشرك كبر. كمن صلى وصام وحج لغير الله، كما يلي ألي صالي ألي فنغا أو حجة واسيكو الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين، ندعاء مسألة ميقوانيكا سهم بيل، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. وجامبو أمبالو حكونا وزالو كمبا أنتو منجا اسبكو الله باسي كلفانيا أو كيوم بدعيه واسيكو الله نشرك كبر. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بالشروط أربعة. نعم الحمد لله، قلنا يصح بشروط أربعة. نعم، بس ما يفا وما شرط منه أن يكون حي أو يكون حي وحاضر، ذلك يكون قريب أو يكون بالي بالي وقادر نوزه، وتعتقد أنه سبب نكو يتقيد يكون بني مجرد سبب. وذكرنا أن مثل الدعاء الاستعانة، كتاج مفانو ودعاء نكتك مساعدة بلي بلي، والاستعاذة نا كذلك كتك كينغا، والشفاعة نا شفاعة كذلك. نعم، أيضا ذكرنا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، كذلك تكتاج في قواني وواتو يسؤال لك يتقيد سباب. قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، يجوانيو كيموجا ونيتقيد يا لي الله اللي يجعليكم من السباب وكوني سباب. وقلنا هذا صحيح وعلى هذا أهل السنة والجماعة، وسيما هي نساوة نوندم سمام وأهل السنة والجماعة. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب تنقسم إلى أقسام، أسباب شرعية كالرقي الشرعي وأسباب حسية كالدواء. Tukasema kwamba sheria imekituwekea kwenye vigawanyo vya sababu, kuna kisababu cha kisharia kama ruqya au zunguo, na kuna sababu ambayo kwamba ni hisia, watu waiona wamefanya tajruba kama dawa. Wa idha i'taqad wa ja'al ma lam yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala sabab sababa fa hadha shirk asghar, ikiwa mtu ameitakidi kufanya jambo ambalo Allah hakuliweka ni sababu kama ni sababu, hiyo itakuwa ni shirki ndogo. Wa idha i'taqad anna as-sabab huwa al-mu'athir bi dhati fa hadha huwa ash-shirku al-akbar li sallallahu alayhi wasallam, na law ataitaqidi kwamba ile sababu yenyewe ina taathiri, ina uwezo, ina nguvu, hiyo itakuwa ni shirku akbar. Naam, aidan indana al-khawf yanqasim ila thalathati aqsam, kadhalika katika ibada ni khawf, khawf imegawanyika sehemu tatu: خوف عبادة وتعظيم وسر. كنا خوف أمبايو ني عبادة نا كتكوزا نسر كويولي أمبايو ني موغوب، صرف لغير الله شرك أكبر، هيني كو يجميزا كواسيكو الله نشرك أكبر. القسم الثاني من الخوف خوف طبيعي جائز جبلي لا يلام عليه العبد. قسم يفيلي كتك خوف خوف أمبايو ني كويدا، na hiyo hakuna mtu mwenye kulaumiwa, yani khaufu ya kawaida.
كالخوف من اللصوص من قطاع الطريق الخوف من الأسد مثلا كما كوغوبا ويزي مجمبازي أو كوغوبا سيمبا القسم الثالث من الخوف خوف محرم هنا قسم يتاتو كتك خوف خوف أمباني حرام وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق ننيل خوف أمباني هم بلقي أمجا كتتمان رحمة الله أو كذلك كتتمان الله سبحانه وتعالى وكم شركش من يزيم سبحانه وتعالى مرة أخرى الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام مرة نجيني خوف ميغوانيكا سيموتاتو خوف عبادة وتعظيم وسر صرف لغير الله شرك أكبر كنا خوف أمبايو عبادة نا كذلك يكو سرا أمبايو خوفه نخوف يا يولي كموغوبا يولي معبود ناكو يجميزا كواسيكو الله نشرك أكبر وخوف طبيعي قلنا جائز كنا خوف يا كويدا نهي يفا وخوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق نا كنا خوف أمبايا هو ني حرام ننيلي خوف يكوك تتما رحمة الله سبحانه وتعالى أو كتوع كيوم بي كتك جامب اللي حرميش من يزمك سبحانه وتعالى وفي معصية الخالق ومعاصي الله سبحانه وتعالى وكم وقوب نعم أيضا الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك كتنجا ومجوانيكا سهمتات ذبح لله هنا كتنجا كواجلي الله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات كما هدي أو أضحية كذلك عقيقة متو اللي زلي ونمتوتو أو صدقة نعم الثاني من الذبح ذبح لغير الله محبة وتعظيما ما نوى يبيل يكوتينجا ني كوتينجا كو أسيكو الله كو كوبين أنا كتقوزا يلي ونمتنجيا فهذا الشرك أكبر إيو ني شرك كوبا الثالث ذبح جائز يتاتو كوتينجا مباكو كفا مثل يذبح الشاة حتى يأكل منها كما تنجا مبوزي تماني كولا نجا مبوزي وكتنجا أولي أو تاجر مثلا يتاجر في اللحوم جزار مثلا أو فني بيشارة أمباي بيشارة يكن يا في تينجو فنياما فهذه أقسام الذبح ثلاثة إيفون دو في جوانيو فكوتينجا أمباي في تام ذبح لله كوتينجا كواجلي الله كالهدي والأضاحي كما هدي أو أضاحي الثاني ذبح لغير الله محبة وتعظيم شرك أكبر يبيلني كوتينجا ambako wachinja kwa yule unamchunjia wa mpenda na kujikurubisha kumwogopa hiyo ni shirku na akbar kadhabh liljin au li ashab alqubur kama kuchinja wachinjia majini au watu wenye makaburi yani wenye kuabudu makaburi naam wa thalith qulna min aldhabh dhabh jaiz ya tatu katika kuchinja tumesema ni kichinjo ambacho kinafaa dhabh lilakl au litijara mathalan kama kuchinja kula au kufanya biashara naam kadhalik عندنا النذر ينقسم إلى قسمين نذر لله ونذر لغير الله vile vile katika ibada ni nadhiri nadhiri kuna nadhiri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna nadhiri kwa asiyekuwa Allah naam Allah alam naktafi bihadha almiqdar ghadan inshallah ta'ala yani qabla adh-dhuhr as-sa'a 10 nabda bi'iznillah ta'ala wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahbihi wa sallam inshallah tamalizia kwa hapa